تحويل مال السياره مال فقدان لوحه خلفيه وكملت ان شاء الله بس الاعلام ما اعلام وخلاص ان شاء الله ما عندي كل شيء. والله ما تقريبا 10 ايام هيك مشيت بالمحاماه ما سويت فقدان ما فقدان وهذا هسه بس غرامات شيء غرامات كل شيء ما عندي. يعني تحويل سياره صار لنا اسبوعين يعني ما صارت بقانون المرور كلها تروح باربيل ساعه ونص تسلم السنويه وهي انا تكملها اسبوعين وهسه يقول لك هم اسبوع الجاي تعال عود تسلم السنويه تكمل ثلاث اسابيع يعني شهر كامل بس تحويل سياره. والله بعد نهايه المعامله من نص رمضان هي يعني احنا من بدايه رمضان هنا نروح نرجع على الشبكه نروح نرجع على الشبكه ماكو شبكه لازم نشوف لنا صوره حق الباحه للتسعة بالليل احنا هنا للاخر شيء 9 ونص طلعنا من هنا قالوا لنا ماكو شبكه. حقيقة بخصوص موضوع المستجدات الموجودة في مديرية مرور محافظة نينوى أنا أحب أطمن أهلنا بالموصل أنه حاليا الأبنية اللي مستقبلا راح تخدم واقع تسجيل المركبات وإجازات السياقة بشكل كبير وبشكل إيجابي شرفت على الانتهاء. الموقع الرئيسي استلمنا بقت عندنا بنايتين رئيسيتين أيضا أخرى راح نستلمهم إن شاء الله بعد أيام وراح يدخلون الخدمة إن شاء الله خلال هذا الصيف إن شاء الله من خلالهم راح نلاقي رضا واستحسان الناس في موضوع الخدمة اللي قدموها ضباطنا ومنتسبين العاملين في مجال تسجيل المركبات وإجازات السياقة. وأحب أنوه لحضرتك أنه احنا دوامنا في المديرية يبدأ الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 ليلا بواقع شفتين من العمل. كل الضباط والموظفين اللي يأدون خدمة في هذه الدائرة هم موجودين لخدمة الناس يحاولون بشتى الطرق أنه يرضون أي مراجع يدخل هذه الدائرة. وأيضا احنا بدورنا قمنا بوضع أرقام تلفوناتنا على الجدار جداريات خاصة على جدران المديرية في حالة أي تلكؤ في إنجاز أي معاملة أو أي يعني طرح من مراجع لنا احنا راح نستقبله برحابة صدر وإن شاء الله نحل مشكلته وما يطلع من هذه الدائرة إن شاء الله إلا هو راضي. الدراجات النارية احنا مستمرين بتثبيت اللوحات عليها وإن شاء الله بالقريب العاجل راح ننتهي من تثبيت اللوحات على كل الدراجات. لذلك أنا أحب أنوه هذه الشريحة من إخواننا السواق أنه يراجعون الدائرة لأغراض تثبيت لوحاتهم لأن بالمستقبل القريب راح تكون هناك مفارز داخل مركز المحافظة تحاسب الدراجات اللي ما بها أرقام. الدراجات المحجوزة حاليا هي محجوزة بسبب مخالفات. هنا بعد انتهاء مدة الحجز راح يتم أخذ تعاود خطي من صاحب العلاقة صاحب الدراجة بأنه ما يكرر المخالفة مرة ثانية بعدها يدفع الغرامة المفروضة عليه ثم تسلم له دراجته. الأرقام الخضراء متى تستبدل؟ هذه حملة احنا مستمرين بها لغرض تبديل كل الأرقام بنموذج واحد إن شاء الله راح تصير سواء كانت الخضراء أو غيرها. حاليا معمل اللوحات وتسجيل مديرية تسجيل المركبات في مجمع الشلالات كلهم يبذلون جهد في هذا المجال. أما بخصوص إجازات السياقة فالحمد لله ما عندنا أي مشكلة غير أنه الإشارة هذه اللي تجينا اللي يعملون عليها ضباطنا ومنتسبين وموظفين العاملين في مجال إجازات السياقة سواء كانت إجازات لأول مرة أم تجديد إجازات أحيانا تتعرض إلى قطع بالطريق كون هذه الإشارة تجينا من بغداد عن طريق كيبل وين ما اكو شغل حفريات بالطريق احيانا يقطعون هذا الكيبل. موضوع القطع هذا يطول بيدنا تقريبا من 4 إلى 5 ساعات لغرض تصليحه. لذلك احنا ناشد مراجعينا انه في حاله يعني وجود قطع بالكيبل احنا نعتذر منهم طبعا مسبقا لكن انه راح يتم اصلاحه في اقرب وقت وترجع يرجعون الموظفين يشتغلون في هذا المجال.